هذه الصور أيضا مشاهدينا الأعزاء تأتينا من مكان ما ربما قرب طهران العاصمة الإيرانية لموقع سقوط الطائرة الأوكرانية ومقتل 170 من ركاب هذه الطائرة. هذه المشاهد الأولية التي تأتينا من موقع بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، وأرى ونرى رجال الإسعاف ربما يقومون بإجلاء الضحايا من هذا الموقع، بالإضافة إلى أن هناك بعض من حطام الطائرة ما زالت في هذا الموقع. على ما يبدو أن هذا الموقع يعني إلى حد ما ليس في وسط الصحراء ربما أو حتى الجبال في التضاريس الإيرانية، لكنه على مقربة من البيئة السكانية والمجتمعات المحلية ربما في طهران بحسب ما يبدو من هذه الصور التي تأتينا من هناك. ما زال رجال الإسعاف وربما قوات الحماية المدنية في العاصمة الإيرانية طهران يقومون بجمع أشلاء الضحايا، بينما نرى أن هناك بعض العمال أيضا ربما من الفنيين يقومون بتجميع حطام الطائرة التي سقطت في ساعة متأخرة من مساء أمس أو من هذه الليلة، ليلة أمس أقصد، في العاصمة الإيرانية طهران بعد دقائق من إقلاعها. السلطات الإيرانية أعلنت وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة المكونين من 170 شخصا والذين كانوا يقلون هذه الطائرة في اتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، لكنها سقطت بحسب ما ورد من طهران ومن إيران من أن خللا فنيا وعطلا فنيا هو الذي تسبب في سقوط هذه الطائرة. بطبيعة الحال التحقيقات سوف تبرز لنا وتوضح أسباب سقوط هذه الطائرة بشكل رسمي، لكن الأخبار التي تأتينا من هناك تشير إلى أن عطلا فنيا تسبب في وقوع هذه الطائرة، وهناك ربما العديد من الجثث وأشلاء الضحايا الذين سقطوا في هذه الطائرة، بالإضافة طبعا إلى حطام هذه الطائرة الأوكرانية التي سقطت فجر اليوم بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، وعلى متنها 170 شخصا جميعهم راحوا ضحية هذه الحادثة المروعة التي أعلن عنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران. هناك العديد أيضا من الصحفيين الذين وصلوا إلى مقر موقع سقوط هذه الطائرة، والعديد من الضحايا وأيضا يعني حطام هذه الطائرة كما نرى، وربما بعض بقايا الركاب التي طبعا سقطت مع سقوط هذه الطائرة الأوكرانية. وكنا نشاهد منذ قليل أيضا بيانات من مطار كييف الدولي أو بورسبيل الدولي الذي يقع بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وشاهدنا أيضا بعض البيانات هذه الرحلة التي فقدت، لكن السلطات الإيرانية أعلنت أنها سقطت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، و170 راكبا هم الذين كانوا يقلون هذه الطائرة سقطوا وراحوا ضحية هذه الحادثة المروعة. خودم تو اگه خودت نبود